لبنان، حيث توافد المئات من اللبنانيين إلى وسط بيروت مرة جديدة للتظاهر ضد فساد الطبقة السياسية التي بدأت أقطابها تحت ضغط الشارع جلسة حوار انتهت بلا نتائج. مرعي مرعي والتفاصيل. يرتدي الحراك المدني في لبنان طابعا استثنائيا، إذ لا سابقة له بهذا الحجم في بلد اعتاد مواطنوه النزول إلى الشارع بناء على دعوات السياسيين، حيث دعت مجموعات من الناشطين إلى التظاهر وسط العاصمة اللبنانية بيروت بالتزامن مع انعقاد جلسة للحوار بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية المشاركة بالسلطة في مقر البرلمان. نحن هلا هون لانه هيدي طاوله حوار اللي عملوها هي ضحك على الناس، ضحك على الشعب، عم يضحكوا علينا، اتفقوا كلهم علينا بس شافوا هالحراك الكبير. واعلنت تيارات عده من المجتمع المدني من بينها حمله طلعت ريحتكم الاعتصام في ساحه الشهداء وسط العاصمه بالتزامن مع انعقاد جلسه الحوار. باقيين هون بالشارع لحد ما يفلوا، لحد ما نسترجع شيء اسمه لبنان، لحد ما نسترجع كرامتنا، لنسترجع عنفوانا، لنسترجع حالنا كإنسان عم بعيش بهيدا البلد، لناخد كهرباء ومي وطبابة، أدنى حقوقنا للعالم عم بتطالب فيها. وكان رئيس البرلمان نبيه بري دعا إلى عقد الحوار بعد أن فجرت أزمة النفايات وتعطيل المؤسسات الدستورية الغضب الشعبي الذي تجسد في مظاهرات مناهضة للسلطة ومطالبة بإخراج البلاد من دوامة التعطيل. وجهت دعوة لجلسة استثنائية لمجلس الوزراء بعد الظهر الساعة 5 لبحث موضوع ملف النفايات. ومن المقرر أن يتصدر جدول أعمال جلسة الحوار بند انتخاب رئيس للبلاد بعد أكثر من عام على فشل البرلمان في إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي الناجمة عن انقسام القوى السياسية ومقاطعة البعض لجلسات الانتخاب. طلع على كل المشاركين من القوى السياسية أنه يساهموا بفعالية وبإيجابية لإنجاح هذا الحوار لمساعدتنا من الخروج من الأزمة المستفحلة اللي تراكمت. ووافقت معظم القوى الرئيسة المشاركة في الحكومة على الانخراط في الحوار، ومن بينها حزب الله والتيار الوطني الحر المنطويان تحت تحالف 8 آذار وتيار المستقبل والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. في المقابل رفضت القوات اللبنانية غير الممثلة بالحكومة المشاركة في الحوار إلا في حال كان انتخاب رئيس للجمهورية البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة.